ممكن اقعد اشتغل بس الشغل بتاعنا اللي هو زي اساسه اللي بخش الموقع بتاعهم. خلي حد يكون الانجليش بتاعه يكون كويس. الحساب البنكي كان رصيدي زيرو. كان معاكي كام في البنك؟ فانا دلوقتي في بريطانيا مع اديب. جنب البريدج اوضه بحمام صغيرين. هبقى احط لكم الفيديو بتاع رحنا كل حته في لندن في اليومين دول. لو ناخد الكلام وننزل نتمشى نعمل هايك ونتحرك فبنعمل اكتيفيتي. ممكن اقعد؟ مصممة يعني ان انتي تقعدي. سوري مع جيرل ستوك. نتكلم في ايه النهارده يا سافي؟ نقول للبنات ازاي يسافروا يلفوا العالم يحققوا احلامهم. ايه رايك؟ هاي بنات، فيديو جديد ودي الحلقه الثالثه الرابعه من سلسلة السفر، وهنتكلم وندردش ازاي تحققي حلمك للسفر. كلمتكم الحلقات اللي فاتت ازاي بدأت اسافر وازاي بدأت اخطط وايه اول خطوات بدأتها او قلت هاخدها عشان ابدأ اسافر. على العموم لو انت بتسمعي كلامي دلوقتي ومش فاهمة انا بقول ايه وبتكلم على ايه، فانت كده محتاجة تشوفي الحلقات اللي فاتت اللي اتكلمت فيها عن بدايتي في السفر. اوكي، انا وادي تعرفنا على بعض في دهب. هو زي ما كنت بقول كان هو زبون عندي، كان بيجي العياده بتاعتي عشان يعالج الكلاب. انا خلاص بقى جيت اوت، يلا اكل وشرب وهرش وكل حاجه. وقت ما انا بسجل الترابيزه بتتحرك صوت ودي عماله تعضعض، يعني انا مش عارفه اسجل، انا مش عارفه اسجل حاجه. Your eyes dirty. Dirty eyes. Good girl. Good girl. اوكي هحطهم في الاوضه وارجع اكلمكم. تعالوا شايفين دي عماله تتلوى ازاي؟ شايفين المنظر؟ ودي عماله تهز الترابيزه من هنا. بس خلينا يلا تعالوا. هوبا تريت، هوبا تريت. مين عايز تريت؟ مين عايز تريت؟ جود باي. حطيتهم في الاوضه عشان اعرف اتكلم معاكم وتسمعوني كويس من دون خبط ورزع والحاجات اللي هم عاملين يعملوها تحت الترابيزه. المهم نرجع لكلامنا، فانت محتاجه تشوفي الحلقات اللي اتكلمت فيها عن السفر، الثلاث حلقات السلسله اللي فاتت ازاي بدات اسافر. ودلوقتي انا وادي خلاص ناويين نلف ونسافر كل العالم. اوكي يا جماعه، اتعرفت على ادي ولما اتعرفنا على بعض لقينا دماغنا زي بعض. هو كان دكتور، هو دكتور سايكولوجي وانا دكتوره بيطريه، بس عندنا يعني في صغرنا اشتغلنا يعني ادعكنا في الشغل. ف خلاص احنا عايزين بقى ايه نشتغل بس الشغل بتاعنا اللي هو زي اساسه اللي نتسلى في شغلنا. انا اشتغل كطبيبه بيطريه لما بروح اي مكان على حسب المكان اللي انا فيه. ساعات بشتغل كدكتوره بيطريه مع الشاريتي جروبس. في اي مكان بتروحوا فيه حوالين العالم بيبقى فيه منظمات حمايه الحيوان والكلام ده كله، فانا ممكن بشتغل معاهم شغل بسيط. غير ان انا برضو عندي الشغل الاونلاين بتاعي. ادي عنده من بعد الكورونا فكره ان الشغل الاونلاين ما بقاش مستحيله. فطبعا وقت الكورونا ادي كان عنده حالات، هو دكتور نفساني زي ما قلت لكم، متابعين معاه من سنين فمش هيوقف. فبداوا حولوا السيشنز بتاعتهم لاونلاين، بيشتغلوا اونلاين. من بعد الكورونا الناس حبت موضوع الاونلاين، وادي دلوقتي عنده كلاينتس زبائن من جميع انحاء العالم، من امريكا واوروبا ومصر ويعني حتى من الدول العربيه في السعوديه والكلام ده كله. فقلنا خلاص اوكي جميل قوي الكلام ده، بقى عندنا حريه اكتر ان احنا نسافر ونلف ونعيش الباشون بقى بتاعنا. قدمت على الاقامه في بريطانيا صراحه، عشان اقول لكم يعني انا واحنا بنقدم كنا حاطين نسبه ان الرفض هتبقى كبيره جدا 90% مثلا او 95%.
في ناس كتير بتفتكر ان عشان جوزي اجنبي وان انا لما بقدم واقول ان انا جوزي اجنبي بريطانيا تفتح لي احضانها ويلا تعالي زوري اهل جوزك. لا، هما ما بيهتموش بالكلام ده خالص. هما الناس دول عقلانيين جدا، بيحسبوها حسابات معينه. هقول لكم ازاي هو ما حسبوه. واحنا ليه كنا خايفين وكنا متوقعين ان الرفض يكون عالي؟ لان احنا عندنا اتنين صحابنا، يعني صحاب ادي اصلا متجوزين من مصريين، يعني اجنبيه متجوزه من مصري ومصريه متجوزه من اجنبي، والاثنين اترفضوا. فليه هيقبلوني؟ فقلنا نعمل اللي علينا. هما مش عايزين حد، هما مش عايزين حد في بلدهم، هما بيخافوا. يعني هما بيجوا بلدنا عادي ويقعدوا يعيشوا في دهب وشرم الشيخ، يعني شرم الشيخ كلها روس وبريطان وفرنسيين، بس هما مش عارفه، ما بيحبوش شيء حد يجي عندهم، بيخافوا. فلما قدمت هقول لكم على اهم نقاط التقديم اللي حسيت ان انا يعني بسببها اتقبلت. لان طبعا لما بتقدمي على الفيزا بيقول لك لا اما اتقبلتي لا اما اترفضتي. طيب لو اترفضتي بيقول لك انت اترفضتي ليه، بس لما بتتقبلي بيقول لك ما بيقولولكيش انت اتقبلتي ليه. اول حاجه بتعملوها عشان تقدموا على الفيزا في بريطانيا، بتقدموا على الابلكيشن الاونلاين، بتخشوا الموقع بتاعهم وتقدموا على بتبنوا البيانات بتاعه الابلكيشن الاونلاين ابلكيشن، وتكتبوا كل حاجه سالينكم فيها، وتبقوا واقعيين في اسئلتكم وتقولوا كل حاجه بالديتيلز، لان الابلكيشن ده مهم جدا، ما تعملوش وتكروتيه، لا خليكي دقيقه جدا في كل حاجه بتكتبيها. ونقطه مهمه جدا وانت بتعملي بتملي الابلكيشن الفورم ده، خلي حد يكون الانجليش بتاعه يكون كويس عشان اللي يقرا يفهم انت كاتبه ايه. فما تعتمديش على حتى لو انت بتتكلمي انجليش كويس، لا خلي حد بريطاني هو اللي يساعدك في الكتابه، يعني انت قولي له وهو يكتب لك. فانا ادي ساعدني في الموضوع ده، لان طبعا في كلام كتير احنا بنقوله بالمصري للانجليزي غلط على حسب ان احنا بنترجمه. تاني حاجه يا جماعه، ودي برضو من الحاجات القويه جدا جدا جدا، يعني انا بحس ان دول اهم نقطتين. تاني حاجه حساب البنكي، دول اهم حاجتين. الحساب البنكي لازم يكون قديم، يعني مش اقل من 5 سنين مثلا، ويشوفوا حركات حساب عقلانية. ما يلاقوش مرة مثلا مرة 100,000 جنيه في حسابك ليه، مرة اتسحبت 100,000 جنيه ليه. بيدققوا جدا في الحساب، لازم يكون في حركة الحساب بتاعتك، شايف حركة ايدي نازلة وطالعة، بس هي في الطالع هي مش في النازل، يعني ما يكونش حسابك عامل كده وطلع كده ونزل كده وطلع كده، لا شايفين ايدي في حركة في الحساب، والحساب بتاعك عمال يطلع. يعني انا فتح الحساب البنكي بتاعي ده من 2018 كان رصيدي زيرو، يعني اول ما بتفتح حساب بتحطي 5,000 جنيه. بعد كده بدأت اكبر 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 واسحب منه واكبر واسحب، بس السحب معقول، بس الاضافة اكبر بكتير، يعني زي ما بيقولوا اللي انت بتدخليه الانكم اللي انت بتدخليه اعلى كتير من المصروفات اللي انت بتصرفيها. فدي حاجة مهمة جدا. لازم يكون معاكي كام في البنك؟ ده على حسب بقى ايه انت راح تقعدي قد ايه. انا مثلا راح اقعد شهر، غير واحدة راح تقعد 5 ايام 6 ايام، فهما بيوزنوا ده بده. انت واحدة معاكي 100,000 جنيه يكفوكي كام مثلا؟ انا معرفش، 100,000 جنيه حلو قوي البنت دي تكون مقدمة مثلا على اسبوع مثلا او اسبوعين، بيحسبوها بيشوفوا تكاليف الحياة، الاوتيل بيكلف كام، الاكل اليومي بيكلف كام. يعني انت محتاجة في اليوم مثلا، في اليوم محتاجة انت مثلا 150 دولار لو انت قاعدة في اوتيل. طبعا 150 كتير جدا، انا وقادي ما بنقعدش في اوتيلات، احنا بنقعد في بيوت. ف لو انت قاعده في اوتيل على حسب برضو انت واخده الاوتيل فين، يعني الاوتيل في قلب لندن بالميت 100 دولار في اليوم، تمام، انت احسبيها بعمله بلدك. فهم بيقولوا انت مثلا محتاجه لو انت جايه فسحه انت محتاجه 150 دولار في اليوم، فبيضربوها في عدد الايام مثلا ويشوف حسابك التوتال كام. انا مقدمه على شهر، ومقدمة ان انا مثلا هروح ازور حماتي. نسيت اقول لكم حاجه يا جماعه، عشان في ناس دايما بتقعد تقول ايه ما عشان جوزك بريطاني جوزك مش عارف ايه فانتي خدتي الفيزا. لا انا مقدمت على الفيزا، عشان نسيت اقول، انا لسه وانا بتفرج على الفيديو اكتشفت ان انا نسيت اقول ان انا مقدمه على فيزا سياحه فرد، ما قدمتش كفيزا زوجه
عشان زي ما قلت لكم عندنا اصحابنا المتجوزين قدموا واترفضوا، فانا قدمت على فيزا سياحه، فالاعتماد كله بيكون على حسابك البنكي والاونلاين ابلكيشن اللي انت الفورم اللي انت مليتيه الكلام اللي انت كتبتيه واقعي ولا لا، والاتش ار ليتر ولو عندك اي اثباتات تانية وهكذا. تمام، فالحساب البنكي مهم جدا يا جماعه. لو عندكم اي اسئله اكتر او عايزين استفسار اكتر عن الحساب البنكي اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. تالت حاجه بقى بتقدميها اللي هو الاتش ار ليتر جواب عمل. مش عارفه هو ده مهم ولا لا، انا قدمته كده يعني لان انا شغاله فريلانسر، بس جبت جواب عمل زي اي حد من مستشفى بتاعت حد زميلي انا كنت شغاله فيها زمان، بس دلوقتي انا بشتغل لحساب نفسي يعني انا شغاله بس ما عنديش ورقه تقول ان انا شغاله. فقدمت جواب عمل حتى مش مثبوت بتاريخ ان انا بدات امتى وخلصت امتى والكلام ده، خاصه ان انا كان بقالي 8 شهور مسافره فما كنتش شغاله في مصر، بس قدمت ورقه عمل ان انا شغاله في المكان الفلاني الفلاني. ما اعتقدش ان هي مهمه لان هي ما كانتش واقعيه، لان اللي هم لو بصوا في الباسبور بتاعي هيلاقوني ان انا كنت ما كنتش قاعده في مصر اصلا، بس قدمت ان انا كنت شغاله في المكان الفلاني الفلاني في الفتره الفلانيه. لا ما قدمتش فتره، ما قدمتش فتره يا جماعه، بس قدمت ان انا شغاله في المستشفى الفلاني. تمام، ورق تاني ما قدمتش اي حاجه، هما الابلكيشن والحساب البنكي والاتش ار ليتر وبس. في ناس بتقولك ايه قدمي ورق عقارات لو انت عندك بيت عندك فيلا عندك عربيه، ما اعتقدش الحاجات دي مهمه خالص. الناس دي واقعيه، 1+1=2، معاكي فلوس تصرفيها في الفتره دي اوكي. تالت حاجه رابع حاجه مش عارفه، بس حد من زمايل ادي قال لنا شيماء هتتقبل، يعني هما بيقارنوا يعني احنا بنقول لاصحابنا اللي هما متجوزين الميكس كابل دول متجوزين ما اترفضوا، اشمعنى احنا اتقبل يعني اشمعنى شيماء اتقبلت او زميل ادي كان بيقول شيماء هتتقبل ليه؟ هما شويه ممكن بيبصوا على الشهاده الجامعيه، انا مش اكيده، انا عشان دكتوره بيطريه فعارفين ان دكتوره بيطريه دي حد مهم، حد ذات مهام، حد مشغول، حد لازم اكيد هيرجع بلده عشان عنده شغل. فطبعا هم عندهم الدكتور البيطري ده من الدكتور البيطري والمحامي من طبقات الكريم شانتيه قبل اي حد، فالكليتين دول حاجه كبيره جدا، فهم بيثقوا في كلمتك، فهم في الاول في الاخر عارفين ان انت جايه هتزوري المكان وتمشي، هتقدري تصرفي على نفسك في المكان وتمشي ولا هتقعدي وتشحتي وتزهقينا، فدي اهم كونسبت. فانا دلوقتي في بريطانيا مع اديب، ودلوقتي احنا مش في اول اسبوع، نزلنا في لندن، وصلنا المطار الساعه 2 بالليل 2 الصبح. فطبعا اول ليله اخذنا اوتيل، حجزنا اوتيل، الاوتيل اللي جوه المطار ما كانش احسن حاجه بس كان نوعيا ارخص حاجه، واحنا انا وادي يعني بنحب نستمتع، يعني انا يا جماعه مش بروح اسافر 3-4 ايام، انا لايف ستايل، فلازم طبعا ابقى حاطه الفاينانسز في دماغي، يعني مش بحب اصرف كتير، يعني انا مش راح اقعد في اوتيلات لكجيريس، لو هقعد في اوتيل لكجيريس دي واحده مثلا راح تسافر 3-4 ايام، انا بال3-4 ايام فلوس ال3-4 ايام دول ممكن اقعد فيهم في شهر، فانت واختيارك، ده مش يعني مش ده صح وده غلط، انت بتختاري انت عايزه ايه. فاحنا كنا حابين ان احنا عايزين نسافر لمده طويله، فطبعا بنفكر في البادجت بتاعتنا مش بنصرف فلوسنا كده. فاول ليله قضيناها في الاوتيل، تاني حاجه تاني صبح رحنا قعدنا في بيوت. طبعا لو بتابعين الستوريات بتاعتي على الانستجرام تشوفوا البيوت الرائعه الخرافيه اللي انا بقعد فيها، بيوت جميله جدا. والبيت اللي انا اول ما وصلت لندن قعدت في بيت اعتقد 5 ايام، بيت يعتبر في وسط لندن يعني 10 دقايق بالقطر في حته اسمها بلامستيد، قعدت فيها 5 ايام فور فري. تمام، بعد كده اتحركنا عشان احنا هنسافر، يعني اهل جوزي في اسكتلند فبناخد القطر من لندن لاسكتلند، فسافرنا بالقطر، رحله كانت جميله جدا جدا، 4.5 ساعات من لندن لسكوتلاند في جلاسكو.
ونزلنا رحنا الليله دي بتناها اول مره اشوف حمايه وحماتي، فبيت الليله دي عند حمايه وحماتي. فالبيت بتاعهم صغير يعني، يعني مفيش اوض نوم، هو شقه صغيره كده استوديو. فاول يوم كده ظبطناه اللي احنا بيتنا معاهم عشان نقعد اكبر وقت ممكن على قد ما نقدر. بعد كده رحنا قعدنا في البيت اللي انا قاعده فيه دلوقتي الخيالي ده، وانتوا لو متابعين الستوريات بتاعتي هتلاقوني هتعرفوا شكل البيت. البيت جماعه قصر، وكل حاجه هنا يعني طبق السلطه والخضار والفواكه كلها بتتعمل في الجنينه. الدنيا بتشتي دلوقتي شايفين. فقاعدين في البيت الجميل ده برضو فور فري، وقاعدين هنا لمده 5 ايام، وهنتحرك على بيت تاني في منطقه تانية. فاحنا عاملين لايف ستايل اللي احنا بنسافر. يعني ممكن ناس تشوف ان ده ملل، ان انت ايه الفايده ان انت بتروحي تقعدي في بيت ناس وممكن تكوني شويه بعيده عن المعالم. يعني انت لو عايزه تروحي لندن روحي لندن، بس هتروحي، انا قعدت في لندن 5 ايام قبل ما اروح اي اسكتلند، عشان بقى ايه يعني في الخمس ايام كنا مرهقين، ما كناش بنتحرك قوي قد كده. المنطقه اللي احنا فيها كانت شويه 10 دقائق من قلب لندن ذات نفسها. فروحنا قعدنا في اوتيل قبل ما نيجي اسكتلند ليلتين. هحطوا لكم صور الاوتيل او هعمل لكم فيديو عن الاوتيل ده. هو اوتيل، هو هوم ستي، هو مش اوتيل، هوم ستي، هو اوضه وحمام بس يا جماعه. اصغر اوضه قعدت فيها في حياتي. الاوضه نظيفه جدا، الدنيا نظيفه. يعني الاوتيل بتاع الفندق بتاع المطار اللي اول ليله وصلنا فيه كان كويس، بس تحس ان هو ريحته ضن كده مكتوم، بس كان لذيذ. يعني ما كانش يعني انا وادي بنرفض نقعد في هوستل، نو واي، بنقعد في اوضه بحمام حاجه صغننه كده مش مشكله. ممكن يكون نجمتين ثلاثه، بس حتى نجمتين ثلاثه هنا نضيف مش زي عندنا مثلا. ف قعدنا بعد ما خلصنا قعدنا في البيت ده في بلامستد 5 ايام، قعدنا في اوتيل في قلب لندن في نص 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 لندن جنب البريدج، اوضه بحمام صغيرين. هبقى احط لكم الفيديو بتاع الاوتيل ده. كان عامل $130 في اليوم، كتير يعني، ممكن بالنسبه لناس تانية مش كتير، بس يعني انتوا متخيل كل يوم هتصرفوا 100 بس اوتيل $130، فكتير. فاحنا قعدنا في الاوتيل بس عشان نبقى جوه في السنتر، لفينا لفينا وتحركنا واتفسحنا وعملنا باص تور ورحنا كل حته في لندن في اليومين دول. وبعد كده خدنا القطر جينا على اسكتلند وقابلت حماتي في جلاسكو وبنت عندها ليله. بعد كده جينا على البيت الجميل ده، بيت قصر يا جماعه جميل جدا، ونقعد نزرع نروي الشجر والنباتات وده كله، وعندنا المطبخ وميزه بقى ان انتوا بتقعدوا في بيوت ان انتوا بتقابلوا مع ناس اصحاب البيت طبعا قبل ما بيمشوا ويسيبوا البيت، وانتوا بتبقوا قاعدين في البيت بنعمل دينر معاهم، بيبقوا عازميننا على العشاء قبلها بليله مثلا او فطار قبل ما يمشوا، ونقعد نتكلم. يعني السفر يا جماعه فيه يعني متعه ان احنا بنتعلم من بعض كتير جدا. فصاحب البيت يعني راجل كان قبل كبير ومراته كبار في السن، هم رايحين يزوروا اولادهم حفيدهم في لندن، فاخدوا العربيه بتاعتهم وراحوا يزوروا، واحنا قعدنا في البيت بتاعهم. بس سايبين لنا فاسيلتيز كتيره جدا 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 جدا، بناخد بالنا من البيت، وعندنا الكلاب بتاعتهم بناكلهم وندلعهم، خاصه ان انا دكتوره بيطريه فهم بيبقوا مرتاحين جدا ومطمنين، وان ادي دكتور سايكولوجي فحاسين ان احنا الاثنين ناس يعني يستأمنوا بيتهم معانا، وناخد بالنا من البيت ونهتم بيه. احنا ما بنعملش اي حاجه غير ان احنا بس بناكل الكلاب ونحافظ على البيت ونروي الزرع، بس ما عندناش اي ريسبونسابيلتيز تانية. الكلينر بتيجي مرتين في الاسبوع تيجي تنظف وترتب الدنيا وتمشي. بس الحقيقه اللي انا البيت اللي انا قاعده فيه ده يعني طبعا ما اعتقدش ان في حد يقدر يدفع كميه الفلوس. انا بشوف التايمر بس طولت عليكم، فانا عايزه اخلص الفيديو بسرعه عشان كده طولت عليكم قوي. فقاعدين في بيت كبير جدا، فتابعوني على الانستجرام شوفوا الستوري شوفوا قصه البيت ده وتفرجوا على الانتيكس. يعني البيت ده كمان ممكن يكون $1000 في اليوم، اقل حاجه $1500 في اليوم كايجار. فطبعا محدش يقدر يعمل كده، خاصه لو احنا بنسافر مده طويله، احنا على سفر طول الوقت. فخدنا الادفانتج واستمتعنا، بنستمتع بوقتنا. فاحنا مش بنسافر اللي هو بنروح 3 4 ايام ونرجع نشوف معالم سياحيه ونرجع، احنا بنعيش كالتشر،
بنقابل ناس، نتعرف على ناس، نتعامل مع كلاب، نروي الزرع، يعني بتعلم ازاي اروي الزرع، ازاي مش عارف اعمل ايه، بتفرج على فيو جميل، بناخد وكمان هم سايبين لنا العربيه بتاعتهم، ناخد العربيه وناخد الكلاب وننزل نتمشى، نعمل هايك ونتحرك، فبنعمل اكتيفيتي باشكال جديده، بنتعرف على ثقافات جديده. بالنسبه لاهلي يعني دي مش ثقافات جديده، بس برضو يعني احنا نقابل راجل كبير في السن ويتكلم ويكلمنا عن تاريخه والهيستوري وعمل ايه وازاي عمل البيت ده وازاي يعني يقعد يتكلم عن كل حاجه. فتابعوني على الانستجرام، ولو عندكم اي اسئله في اللي انا قلته اكتبوها لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا وتكونوا خدتوا معلومات حلوه، يا رب يكون فاتكم جدا. ولو عندكم اي اسئله اكتبوها لي في الكومنتات، وما تنسوش تتابعوا عشان تتفرجوا على البيت الجميل ده والستوريات الجايه اللي انا هنزلها على الانستجرام. بنعمل اكتيفيتي حلوه كتيره جدا انا وادي جوزي، وهنقعد في بريطانيا شهر، وبعد كده هنروح بلد جديدة وهنقعد فيها مدة طويلة على إقامة عشان بحاول أطلع باسبور جديد ليا بجنسية أخرى يعني. فتابعوني وتنسوش تشتركوا القناة حالا حالا، وابعتوا لي قلوب كتير لو حتى ما عندكوش أسئلة، وإن أنتوا حسيتوا إن أنا اديتكوا شوية إنسبيريشن ابعتوا لي قلوب أو اكتبوا لي كلام حلو. بجد بتبسط جدا جدا بالكلام ده، بحس إن يعني حتى لو الكلام ده فرق في حياة بنت بنتين ثلاثة أنا بتبسط. متخيلين بقى لو غيرت حياة آلافات من البنات، يعني هبقى مبسوطة جدا، ودي العائد اللي أنا باخده إن أنا أحقق اسعدكم في تحقيق احلامكم. واتمنى اشوفكم في الفيديو الجديد، ومتنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الاشعارات عشان هينزل فيديوهات الايام الجاية هكلمكم برضو عن السفر وحياتي في السفر. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.